السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله. وطبعا إحنا مستمرين مع الصف السادس الابتدائي، عشان زي ما قلنا لكم كده الدراسة هتبتدي إن شاء الله هنا في السعودية بعد 10 أيام. فهنبتدي النهاردة بدرس تلاوة القرآن وتجويده للصف السادس الابتدائي طبعا من المنهج السعودي. طبعا الدرس الأول اللي هنتكلم فيه النهاردة هو فضل تلاوة القرآن الكريم، وهنتكلم عن قصة حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد الصحابة وهو أسيد بن خضير، وكان يقرأ القرآن الكريم بسورة البقرة وبصوت جميل جدا، وكان بجواره فرسه، وكل ما جاء يقرأ القرآن الفرس تتحرك فكان يخاف، يقف الفرس تقف، يقرأ تاني الفرس تتحرك، يقف الفرس تقف، وكان ابنه جنب الفرسة فخاف على ابنه لا الفرسة تصيبه. فبعد كده توقف عن القراءة وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وروى له ما حدث، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانت موجودة قدامك دي الملائكة وكانت تستمع إلى القرآن، ولو أنت أظليت تقرأ كانت هتظهر ليك وتظهر للناس كلها. ففي أحاديث طبعا بتدل على فضل تلاوة القرآن الكريم، منها 3 أحاديث. أول حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، فاكهة ريحها حلوة وطعمها جميل. طيب تاني حاجة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كل ما تقرأ القرآن ده بيشفع لك يوم القيامة. طيب تالت حاجة، من قرأ حرفا من كتاب الله كانت به حسنة. يعني ايه؟ في سورة البقرة ألف لام ميم، ألف دي لوحدها حرف، ولام حرف، وميم حرف، والحرف بـ10، فشفتوا كرم ربنا سبحان الله. طيب وفي برضو أهمية قراءة القرآن، في لأهمية قراءة القرآن 5 حاجات لكده. ممكن نسألك سؤال برضو، إيه هي أهمية قراءة القرآن؟ 5 أشياء، إيه هم؟ رقم 1 زيادة الإيمان بالله، كل ما تقرأ القرآن إيمانك بربنا يزيد. تاني حاجة طمأنينة في القلب، في برضو آية بتقول لك إيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تالت حاجة التحلي بالخلق الحسن، كل ما تقرأ القرآن هتلاقي فيه ان انت ممكن تعفو وتصفح عن انسان، تغفر، تسامح، تبعد عن الزنا، تبعد عن السرقه، تبعد عن القتل، فكله في تحلي بالخلق الحسن. رابع حاجه اخذ العبره من القصص، هتلاقي قصه سيدنا موسى وازاي ربنا نجاه من فرعون، وقصه اصحاب لوط والقوم لوط اللي هم ربنا خسف فيهم، وقصه شعيب، وقصه هتلاقي قصص كتيره جدا في القران الكريم، فبتاخد منها العبره والعظه. واحنا شرحنا القصص دي لو ترجعوا لها موجودة في قدمناها للشيخ نبيل العوضي، برضه مترجمة بالإنجليزي والأردن. وبرضه 5 حاجة الفوز بالأجر على القراءة، طبعا أنت عارفين طبعا زي ما قلنا من قبل إن الحرف بـ10 حسنات، بحسنة والحسنة بـ10، فطبعا كل ما بتقرأ القرآن كل ما بتاخد فضل من وأجر الثواب، كل ده الأجر ده ما بيزيد، ده بيجي لك يوم القيامة، بيبقى عندك حسنات بتبقى محتاجها يوم القيامة من قراءة القرآن. واحنا في يوم الجمعة طبعا انتوا عارفين ان يوم الجمعة طبعا قراءة سورة الكهف، لان هي بتغلق على يأجوج ومأجوج السد، لانهم اذا خرجوا هياكلوا كل حاجة قدامهم زي ما انتوا عارفين، ومش هيسيبوا لا اخضر ولا يابس، لدرجة ان سيدنا عيسى هينزل في الوقت دوت وهيقتل المسيح الدجال، وبعد ما هيقتل المسيح الدجال هيجي بعد كده عايز يقتل يأجوج ومأجوج، فهيجي له سيدنا جبريل طبعا الوحي هيقول له لا دول انت مش هتقدر عليهم، دول احنا موكلين بيهم لانهم عددهم كتير جدا وانت وقومك مش هتقدروا عليهم، فدول احنا موكلين بيهم، ربنا وكل الملائكه بيهم، فبعد كده هتيجي ربنا هيرسل عليهم الدود فهيموتوا، وسيدنا جبريل هيأمر سيدنا عيسى مع القوم انهم يستخبوا في احد الجبال فيستخبوا، فيجي بعد فتره سيدنا عيسى هيسأل الناس مين هينزل يشوف ايه اللي حصل، فكل الناس طبعا هتخاف معاه، وده واحد بس هينزل هيلاقيهم يأجوج ومأجوج بجثث هامده ملقيه في الارض، وبعد كده هينزل بقى سيدنا عيسى وقومه وربنا هيخلصهم من يأجوج ومأجوج، وسيدنا عيسى بعدها هيطلع التوراه الصحيحه والانجيل الصحيح من جبل الطور بسيناء، وبعد كده هيتجوز ويعيش وياكل ويشرب وهيآمن بيه النصارى واليهود وهيدخلوا في الاسلام، وسيدنا عيسى بعد كده هيجوا عشان يصلوا، فسيدنا عيسى هيجعل احد الائمه ليه طبعا من امه سيدنا محمد، لان امه سيدنا محمد هي اللي ستسبق كل الامم وهي اللي هتبقى شاهده على كل الامم، فذلك سيدنا عيسى حتى نفسه هيبقى مأموم وليس امام في هذا الوقت، ولكن هيتبع كثير من النصارى واليهود وهيأسلموا على ايديه. ونتمنى ان شاء الله ان يكون الدرس النهارده اعجبكم.
ونتمنى طبعا دعمكم المستمر لينا عشان نستمر في يعني المزيد من العطاء. واحنا بننزل والله الدروس ديت برضو عشان خاطر الطلبة اللي بتستعد. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Quran recitation and recitation for the 6th grade of primary school for the Saudi curriculum. The first lesson is the virtue of reciting the Noble Quran. We will mention a story that happened with one of his companions, the Messenger of God, the companion Usaid bin Hudair, and he was reciting the Holy Quran in Surah Al-Baqarah in a beautiful voice, with his horse next to him. And he said to him, "These angels were listening to the Quran, and if you continued reading, it would appear to you among the hadiths that indicate the virtue of reading the Quran one. The example of the believer who recites the Quran is like the atarga. Its smell is good and its taste is good to read the Quran, for it will come on the day of resurrection as an intercessor for its companions. 3. Whoever recites a letter from the Book of God, he will have a good deed for it, and the good deed is 10 like it. The importance of reading the Quran. 1. Increase faith in God. 2. Reassure him with the heart. 3. Have good manners. 4. Taking lessons from the stories of the Quran. 5. Get paid for reading. I translated the video to English language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and the complete watching إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I will translate the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and the complete watching إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سعودی نصاب کے لیے پرائمری سکول کی چھٹی جماعت کے لیے قرآن کی تلاوت اور تلاوت پہلا سبق قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت ہے ہم ایک کہانی کا ذکر کریں گے جو اس کے ایک ساتھی خدا کے رسول صحابی اسید بن حدیر کے ساتھ ہوا تھا اور وہ سور وائس البقرہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس کے گھوڑے کے ساتھ اور اس سے کہا یہ فرشتے قرآن سن رہے تھے اور اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کو دکھائی دے گا ان احادیث میں سے جو قرآن پڑھنے کی فضیلت کی نشاندہی کرتی ہیں ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال اتار کی طرح ہے اس کی بو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ اچھا ہے دو قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا تین جو شخص خدا کی کتاب سے ایک حرف پڑھے گا اس کے لیے ایک نیک عمل ہوگا اور نیکی اس کی طرف 10 ہے قرآن پڑھنے کی اہمیت ایک خدا پر ایمان بڑھاؤ دو اسے دل سے یقین دلائیں تین اچھے اخلاق سے کام لیں چار قرآن کی کہانیوں سے سبق لینا پانچ پڑھنے کی ادائیگی کریں I translated the video to Urdu language. Don't forget to make like and subscribe and share for the video and the complete watching, inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.